الرهيب الرياني مع الملك القطراوي والطموح الجميل لناديين الكبيرين المنافسة على اللقب والبقاء بالقمة. وهناك على ملعب الخور يستضيف الفرسان فرقة الأحلام العرباوية، والهدف فك الارتباط بالمراكز والتقدم إلى الأمام. اليوم مواجهة صعبة مع الملك القطراوي، فرق المربع اليوم كلها تنافس، اليوم الريان الرهيب ايش قادر يقدم اليوم؟ الله كريم يا اخي، والله من اول 10 دقائق ضاغطين احنا، لكن ما بدون اي فائدة يعني، الا كان هذه بيتي جول بعد. اليوم الريان ايش قادر يقدم قول لي؟ اليوم بعد ما لازم نفوز اليوم. تعادلنا مع الخور، لكن ان شاء الله نعوض في المباراة والمباريات الجاية. شوف كلامك فيه خوف شوي، ليش؟ مع قطر يا قطر فريق لا يستهان فيه، يملك عناصر جيده من اللاعبين، مدرب جيد مثل سبيستياو لازاران، لازم اخاف اصلا احترم، بس هذه مقدمات اعذار يعني. مو مقدمات اعذار، بطلع وانا فايز ان شاء الله. ان شاء الله بيقدم المستوى المطلوب، ان شاء الله ان شاء الله بياخذون 3 نقاط وتنتهي المباراه 3-0. 3-0 3-0 مره واحده. نعم، نتيجه كبيره على فريق كبير مثل الملك. هدية النادي قطر ملعبهم نعطيهم 3، حلوة منهم. هدية كبيرة تقدر تقول. خاف تكون عكسية؟ لا إن شاء الله، متفائلين بفريقنا وإن شاء الله المركز الأول الرياض. إن شاء الله، إن قالها الله. هي 3 نقاط. يعني إذا تبي الدوري لازم تاخذ 3 نقاط. وفريق قطر قلنا لك كل فرق أنا أحترمهم، ليش؟ لأن فريق قطر فاز على المتصدر غرافة وفاز على نادي السد. يعني وفي فرق يعني لا احترام. ولا تنسى اليوم ملعبهم، وان شاء الله لك الحادث حديث. الملك اليوم ناوي عليكم، ايش رايك بالكلام؟ لا ان شاء الله فريقنا اليوم قادر انه يعوض على التعادل اللي راح مع الخور، وان شاء الله في ملعبهم يعني ان شاء الله اليوم متفائلين خير على فريقنا. صدق ان ضيعنا مباريات اللي راحت مع الخور والفرق اللي راحت، بس ان شاء الله المباراه هذه راح يسجلون الشباب. المدرب على ما اظن عدل الخط امس، وان شاء الله اليوم فايزين ان شاء الله 3 نقاط والصداره ان شاء الله. بس نتمنى من السد يعني اول مره يخدمونا، بس يلا ان شاء الله. شو الخدمه اللي تبيها من السد؟ يفوزون على الغرافه بس بعد المباراه. يعني اليوم انت سداوي رياني؟ ان شاء الله اليوم ان شاء الله سداوي لاجل عيون الريان، سداوي لاجل عيون الريان عشان الناس ما يفهمون. ان شاء الله بفوز، ان شاء الله بنفوز. فوز على الريان ان شاء الله. فريق الريان زين، واحنا ضيف فريقنا زين، ان شاء الله نفوز. نفس مباراه الغرافه بتقول في النهايه مبروك. بس اليوم الاوضاع مختلفه، الريان عينه على الصداره، يبي يحافظ على الصداره، يرجع ثاني مره للصداره على حسابكم. انا لا، على حسابنا صعبه والله، على حسابنا. شوف انا دائما اقول لك اي فريق يدخل العريم ما يطلع مرتاح. عليكم القسم الاول واليوم بيعيدوا نفس السيناريو. ايش قلت انت؟ القسم الاول العام احنا بعد خذناها رايح جاي 3 مرات يعني. عيال اليوم ايش بتسوون؟ عيال ليش ذي تقول لي القسم الاول؟ القسم الاول صفحه ونشقت، احنا عيال اليوم مثل ما قلت انت. تفوزون؟ ان شاء الله بفوز، صدقني بفوز. ان شاء الله تاكد ان الملك بيقلب الطاوله على الريال، بيحل المحله ان شاء الله هو قدام. يكون مع المتصدرين ان شاء الله. اليوم لا مكان للريان، لا مكان للريان مع الملك. بس الرهيب فريق كبير، ما احنا حاسبين الحساب ان شاء الله. شكلك مرتبك. لا ما مرتبك، احنا حاسبين حساب الريان، فريق قوي. الحوسني ما يخوفك؟ الحوسني كان، الحين لا، احنا عندنا احسن من الحوسني ان شاء الله. خاف اليوم تكون الكلمه له ويسجل عليكم بعد. ان شاء الله، لا ان شاء الله، تاكد ان شاء الله اليوم ان شاء الله بنقلب الطاوله على الريال. كم الفرق نقاط بيننا وبينه؟ نقطه واحده فقط تفصلنا بيننا وبين الريال.
اذا تعادلنا هم برضه يضل نقطتين، وان شاء الله اليوم الريان ما يعملها معنا على ملعبنا وبين جماهيرنا، وهذا صراحه ما يرضى فيه. والفريق مالنا ما ماسك كره عدل اكثر من الريان. الريان متاخر وان شاء الله يضل على تاخير. عماد ما يسويها ويسجل ثاني مره فيكم؟ لا 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 عماد، ولا عماد يسويها ولا هذاك ثاني رقم 11 الافريقي هذا شو اسمه؟ مارادياني. هذا خوفك يا مارادياني؟ ما يخوفني على كيفك، هاي يخوف الفرق الثانيه، اما الملك انا ما يخوفني شيء. يعطيك اماره لو يجيك هنا حتى في المدرج يعدي فيك عادي. والله لو اشيلها على ظهري وارميه في البحر. من هو مارادياني؟ تنزل سلاي؟ ها؟ تنزل سلاي؟ اي فهمت الله. ايوه ايش هو يعني؟ احنا الملك شوف ماسك كوره، لكن ان شاء الله اللي نطلبه من فريقنا انه هو يحافظ على الدفاع بس. سياده التسلل تعود الان للاعب يونس علي، تسديده ملحوظه. الله يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، رائع 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 بالفعل، روعه روعه، يا سلام على التسديده قويه. والله ان شاء الله نتمنى فريقنا طبعا نادي الريان يحافظ على الهدف، وان شاء الله يستمر بالانتصارات حتى ياخذ درع الدوري ان شاء الله. والله اعلم يعني بخصوص النتيجه ايش راح تصير يعني، لكن ان شاء الله اتمنى تصير. اتمنى ان فريقك يسجل بعد، والقطراويه بعد يتمنون.